السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد، جمعة طيبة مباركة، سعيدة جدا بلقائكم في هذا العدد الجديد من برنامج الظهيرة. ملف اليوم نقف فيه بعد قليل مع جديد مشروع الحظائر الثقافية لحفظ التراث، إلى ذلك سيكون لنا أيضا حديث عن شعب فلاحية واعدة، أول تجربة لزراعة السلجم الزيتي بولاية تيميمون، وكذا نتحدث عن انطلاق حملة الحصاد والدرس من وردلاخ ومن حسي مسعود، شعب فلاحية تعد بنتائج واعدة. في ظهيرة اليوم نافذة أيضا على أجواء التحضيرات لعيد الفطر المبارك، إطلالة من الأسواق العتيقة لولاية غردايا. محطتنا القارة حاضرة أيضا، آخر المستجدات الوطنية والدولية، أخبار اقتصادية ورياضية، تفضلوا بالبقاء معنا. أبدأ معكم إذن مشاهدين أول ملف في ظهيرة اليوم، مشروع الحظائر الثقافية لحفظ التراث الثقافي والطبيعي وتثمينه والمحافظة على التنوع البيولوجي وتنمية الأقاليم بإشراك السكان، مشروع تمكن لحد الآن من تحقيق نتائج غيرت من وجاهة الحظائر الخمس المعنية، وأيضا بلورت رؤية جديدة لحماية التراث الوطني ببعد دولي، ثمرة التعاون بين وزارة الثقافة والفنون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لمزيد من التفاصيل أسعد كثيرا بالترحيب بالسيد صالح أمقران، المدير الوطني لمشروع الحظائر الثقافية. سيد أمقران، جمعة طيبة، أهلا بك. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا بك. أرحب أيضا بضيفتي الثانية سيدة نريمان صاحب، المكلفة بالإعلام بمشروع الحظائر الثقافية. صباح مساءك سعيد سيدتي، أهلا بك. مساء النور، مساء الخير لكل المشاهدين، نشكركم على الاستضافة. شكرا جزيلا لكم على تلبية دعوة برنامج الظهيرة. سيد أمقران، أبدأ معك مباشرة هذا الحوار، نتحدث عن هذا المشروع الذي انطلق في العام 2014، انطلق فعليا وهو الآن يعيش مراحله الأخيرة، مشروع الحظائر الثقافية. حدثني عن أهم ما يقوم عليه هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بالنهوض وتنمية الحظائر الخمس المعنية بهذا المشروع. شكرا. دونك كما ذكرتي، المشروع الحظائر الثقافية المعروف باختصار المشروع الحظائر الثقافية هو مشروع المحافظة على التنوع البيولوجي للأهمية العالمية والاستعمال المستدام لخدمة الأنظمة البيئية بالحظائر الثقافية بالجزائر. هو مشروع شراكة دولية بين وزارة الثقافة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تدعيم شبكة الحظائر الثقافية لتسيير فعال ومستدام للتراث الثقافي والطبيعي الذي تزخر به الأقاليم المصنفة كحظائر ثقافية اللي نعرفه تتواجد في المناطق الجنوبية للوطن. هذا المشروع يدخل على مستويين، دونك يدخل على مستوى كما نقولوا مستوى افقي ومستوى الشبكه، ويتدخل في الميدان على مستوى مواقع العمل التقني في الحظائر الثقافيه الخمس، اساسا بحضيره الاحجار والتصميم النجار. دونك التدخل تاعو دونك عنده سبع اهداف رئيسيه توصل لها، وهي تدعيم في كل جوانب كما ذكرت، الجوانب الاداريه، الجوانب التكوين، الجانب الإعلامي دونك الزميل راح تتحدث عليه، تدعيم القدرات، تدعيم المناهج، تدعيم تقنيات المتابعة، والمحافظة على التنوع البيولوجي بالحظائر الثقافية الخمس. دونك هذا كخلاصة. لكن كما ذكرتي، المشروع بين انطلاقته في 2014 الفعليه واليوم رانا في 2022، فيه تغيير كبير فيما يخص التدخل الدواوين الوطنيه للحظائر الثقافيه اللي اصبح بشكل تدخل فعال من اجل المحافظه وتثمين التراث الثقافي بشقيه الطبيعي والثقافي. بالفعل، اذا المشروع يقوم اساسا على تثمين هذا التراث. سيد الصاحب سيد أمقران اشار الى اهميه التكوين خلال هذه السنوات، أهمية المتابعة، المرافقة أيضا لتدعيم هذه الحظائر، وأيضا
التدوين في إطار حماية وتثمين هذه الحظائر. كيف مرت هذه السنوات بالنظر إلى النتائج التي حققت ونحن نعيش هذه المرحلة الأخيرة؟ أكيد، إذن مشروع الحظائر الثقافية فعلا غير من نظرة تسيير الأقاليم وحفظ التراث، يعد تجربة ناجحة كون أنه أول مشروع تعاون دولي يجسد من قبل كفاءة وطنية محضة، وهذه إضافة نوعية لقطاع الثقافة وللدولة الجزائرية ككل. بالنسبة إلى تجربتي أنا في مشروع الحظائر الثقافية، أين حظيت بالعديد من البرامج التكوينية في مجال الاتصال وحتى في مجال التنوع البيولوجي والتراث الثقافي، بحيث أن هذا المشروع يعني أول نتيجة تاعه هو أنه وظف طاقات بشرية 54 موظف وكونهم في مجال التنوع البيولوجي والتراث الثقافي. الآن الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية التي تشرف على حفظ وحماية وتثمين التراث البيئي والثقافي لهذه الأقاليم الاستثنائية عندها طاقات بشرية بإمكانها العمل على مواصلة أولا العمل على تجسيد كل المقاربات العلمية المطورة في إطار المشروع، والعمل كذلك على ضمان استدامتها على المستوى المحلي. فالتكوين كان له دور بارز ومكانة خاصة في مشروع الحظائر الثقافية، وهذا كامل العمال والموظفين في الدواوين الوطنية سيقومون بخدمة وحماية تراثنا. نعم، إذن الرؤية تغيرت اليوم سيد أبو قران من رؤية محلية وطنية إلى رؤية دولية من خلال هذا التعاون الدولي. كما نقولوا أكيد أن العمل في هذه المناطق حتى تسجيل مشروع مثل مشروع الحظائر الثقافية أتى نظرا للقيم العالميه الاستثنائيه التي تميز بها الاقاليم سواء فيما يخص التراث الثقافي او التراث الطبيعي. فيما يخص التكوين فقط باش نضيفوا كما قال هو الاستثمار في الطاقات البشريه، دونك عندما تحبي تغيري الوضع لازم تستثمري في الطاقات البشريه. ونشير الى الكفاءات والمشروع اضافه والتعاون ايضا مع الاطارات المحليه في كل حظيره في كل منطقه. كما ذكرت الزميله المشروع تم تجسيده بطاقات وطنيه. نعم. وهذه كما نقول لك هذا التجسيد الوطني هو من اهدافنا كمشروع وطني. لان نعرفوا ان في جميع المشاريع الشركه الدوليه يكون فيه كما نقولوا تدخل الاطراف الدوليه في اختصاصات معينه، لكن احنا قمنا بهذه التجربه بان مأمنين بالطاقات المتواجده في الجزائر اللي هي طاقات ذات قيمه ولا مستوى عالمي. دونك الشيء اللي يسمح لنا ممكن نثمنوا هذه التجربه ولا هذه النتائج داخل الجزائر فيما يخص عمال ولا عمال شبكه الحظائر الثقافيه، بالاضافه الى تدخل كما نقولوا الخبراء الجزائريين من مختلف الجامعات الجزائريه. بعض الارقام فقط لتؤكد هذا المنحه ولا هذا التوجه، تقريبا شارك معنا في المشروع اكثر من 100 متدخل خبير وطني. برنامج تكوين تقريبا 40 دوره تكوينيه ل 900 شخص. دونك هذا هو الاستثمار الكبير، هذا اللي خلى اليوم دونك عند نهايه المشروع العمل يتواصل بطاقات وطنية. دونك من اهداف المشروع هو تدعيم شبكات الحظائر الثقافية. جميل جدا. ونتحدث عن هذه الحظائر الخمسة، من المهم أيضا أن نذكر بهذه الحظائر ومواقع تواجدها أيضا. الحظائر الثقافية الخمس معروفة كما ذكرنا هي الحظائر الثقافية التصيل النجار اللي مصنفة تراث عالمي، الحظيرة الثقافية الأهجار، الحظيرة الثقافية اللي تواد غولاريتي دي كيلت، الحظيرة الثقافية اللي تندوف، والحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي. جميل. هذه الشبكة هذه الأقاليم تقدر ب 43% من المساحة الإجمالية للوطن. بالفعل تقريبا نصف هي كلها متاحف مفتوحة على الطبيعة. مفتوحة على الهواء، دونك الشيء اللي يزيد أكثر التحديات للمسيرين وللقائمين على المحافظة، لأن المتحف مفتوح على الهواء يستوجب دونك تدخل وتواجد كما نقولوا
دائم للمحافظة على التراث الثقافي والطبيعي المتواجد في هذه الأقاليم اللي عنده قيم كما ذكرت متعددة ومتنوعة. ماذا عن التعريف سيدة صاحبة بالقدرات وهذه المكنونات التراثية التي تحتويها هذه الحضائر الخمس؟ أكثر من 43% من مساحة الجزائر هي معنية بهذا المشروع المكنون الإرث الثقافي، وعندنا أيضا التنوع البيولوجي، الخارطة التراثية وأيضا البيولوجية للجزائر. كيف تحولت في غضون هذه السنوات بالنظر لجردها، إحصائها والتعريف بها أيضا محليا ودوليا؟ أكيد، إذا كما تفضلتم وقلتم فالحدائر الثقافية تزخر بتنوع بيولوجي لأهمية عالمية وتراث ثقافي مادي ولا مادي يعني متنوع وأصيل يرمز عن هويتنا وثقافتنا المحلية وحتى الوطنية. بالنسبة إلى مساهمة المشروع في حفظ هذا التراث وكذلك التعريف به على المستوى الوطني وحتى الدولي، قام المشروع بمجهودات جبارة في هذا المجال، خاصة من الناحية الإعلامية والاتصالية، بحيث أنه أبرز هذه الأقاليم وأبرز تنوعها التراثي على المستوى المحلي الوطني والدولي. سابقا قبل مشروع الحدائر الثقافية لم تكن الحدائر الثقافية معروفة، ما عدا الحدائر الثقافية اللي تصل لنجد كون أنها عندها هذه القيمة العالمية الاستثنائية. لكن بفضل مشروع الحدائر الثقافية وكذلك بمشاركة مختلف الدواوين الوطنية للحدائر الثقافية، استطعنا أن نعرف للعامة يعني هذه الحدائر الثقافية يعني والكنز البيئي والثقافي الذي تزخر به. كيف عرفنا؟ يعني هناك نقوم بفيديوهات ترويجية كما كنا نلاحظ منذ قليل، يعني مشاهد وصور للمناظر الطبيعية الخلابة اللي تحتويها حدائرنا الثقافية، وكذلك تنوع النباتات والحيوانات. عندنا أصناف نباتية وحيوانية ذات قيمة عالمية في هذه الأقاليم كالفهد الصحراوي، سرو التاتيلي. أنا كنت سأشير إلى هذا الاكتشاف بعد أن كان يعد من الحيوانات المنقرضة إعادة اكتشاف الفهد الصحراوي في صحرائنا. نعم، إعادة يعني ظهور توثيق الفهد الصحراوي كان بفضل مجهودات الديوان الوطني للحضارة الثقافية الأهجار وكذلك المديرية الوطنية للمشروع الحدائر الثقافية، حيث تمكننا من رصد الفهد الصحراوي وتوثيقه بعد غياب أكثر من 15 سنة بمنطقة الأتاكور بالحضارة الثقافية للأهجار. وهذا يعني يعتبر نتيجة علمية تؤكد يعني نجاعة نظام متابعة التنوع البيولوجي لمشروع الحدائر الثقافية، وكيفاش تمكننا من خلال المزج بين المعرفة العلمية وحتى المعارف التقليدية للسكان المحليين من توثيق هذا الصنف الحيواني النادر والذي يعني دار لوبوز على المستوى العالمي ولقى اهتمام وصدى إعلامي كبير. يعني جردنا أكثر من 200 مقال صحفي حول هذا الظهور ويعني الفهد الأمياس كما يقال على المستوى المحلي، وهذا يعني نتيجة نعتز بها ونفخر بها كإطارات المديرية الوطنية للمشروع وإطارات الديوان الوطني للحضارة الثقافية للأهجار. وأعيد لأجيب عن الترويج لحدائرنا الثقافية، المشروع عنده العديد من القنوات الإعلامية والاتصالية للتعريف بهذا التراث. عندنا أول قناة موضوعاتية خاصة بتراث الحدائر الثقافية هي قناة اليوتيوب، أدعو دايوغ كل المشاهدين لمتابعتها. العمل الإعلامي يعني اللي هو مهم جدا، الترويج لترقية هذه الوجهات لتتحول إلى وجهات سياحية، لما لا بامتياز طبعا. طيب سأعود إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك أعود إلى التنوع البيولوجي مع السيد أمقران. التنوع البيولوجي بعد اكتشاف الفهد الصحراوي، ما هو البرنامج مستقبلا؟ هل من حيوانات أخرى؟ هل من برنامج بعد انتهاء هذا المشروع من أجل الحفاظ على هذه الأصناف، ولما لا اكتشاف أصناف أخرى وحمايتها والمحافظة عليها؟ كما ذكرنا دونك فيما يخص هذا التنوع البيولوجي اللي يختلف من اقليم من حضيره الى اخرى بين التاسيلي والاهجار وتواد كورالتي ديك التوتيندوف، دونك المشروع ارسى دعائم عمل مستدام. دونك هذا العمل كما ذكرنا فيه تكوين، فيه منهجيات وفيه ادوات متابعه. دونك هذه الاليات والادوات تاع المتابعه اللي تم تطويرها من طرف الفريق التقني للمشروع هي اللي سمحت
برصد كما ذكرت الزميلة للفهد أماياس بمنطقة الأحجار. اليوم احنا نتحدث على أماياس كما قال كحيوان نادر ولا يأتي على رأس السلسلة الغذائية في الحيوانية في الصحراء، لكن العمل اللي تم إنجازه هو جلد كل الحيوانات، لأن تم جلد الفهد وجلد كل الحيوانات المتواجدة في إطار الطبيعي مثل الغزلان مثل الأروية مثل كل الحيوانات. دونك هذا الجلد اليوم موجود، دونك المشروع قام به، دونك جلد الحيوانات ولا التنوع الحيواني للحظيرتي الأحجار والتاسيلي، وفيه مخطط، هذا هو المستقبل، دونك هو وضع مخطط للمحافظة على الفهد الصحراوي والأصناف ذات الأهمية المتواجدة في الأقاليم. هذا البرنامج ولا هذا المخطط الجديد اللي تم إعداده من طرف الطاقات راح يكون برنامج عمل لخمس سنوات القادمة إن شاء الله بحظيرة الأحجار وحظيرة التسيلي فيما يخص الفهد. لكن نزيد نأكد بأن هذه المخططات العمل المستقبلية فيه 12 مخطط عمل تم إنجازهم. دونك كنا نتحدثوا على المستقبل، عندنا مخططات تسييرية، دونك الحظائر الثقافية الخمس تم إنجاز مخطط عمل والتسيير، فيه مخطط للمحافظة على الفهد، فيه مخططات تسيير المناطق الرطبة، فيه مخطط توجيهي لشبكة الحظائر الثقافية، فيه مخطط للسياحة كما ذكرتي الجانب السياحي، لأن اليوم الحظائر الثقافية التاسيلي والأحجار هي معروفة في جانب تطوير السياحة البيئية ولا السياحة الصحراوية. دونك المشروع وضع آليات مواصلة العمل عند نهايته. دونك هذه المخططات هي مجموعة برامج تقنية علمية وبرامج كما ذكرنا برامج تحسيسية كذلك، مواصلة العمل في الجوانب الإعلامية والتحسيسية. هذا هو اليوم بالإضافة إلى المخططات الإطارات ولا المستخدمين المتواجدين على مستوى الشبكة في الأحجار ولا في التسيلي يقوموا بالعمل، يطبقوا في هذه المنهجيات، ويتم كما نقولوا إدراج كل ما يتم توثيقه في قاعدة بيانات للنظام المعلومات الجغرافي. اليوم كما نقولوا آخر نشاط قمنا به هذا الأسبوع هو وضع هذه الآليات، دونك وضع كما نقولوا محطات النظام الجغرافي في الخمس الحظائر الثقافية لتوثيق وجلد وكما نقول لك حفظ كل البيانات. ان اليوم من بين التحديات ان ربما نخرج بقاعده لبيانات موثقه ومحدده للارث الطبيعي والتنوع البيولوجي في هذه الحظائر يتحول، قال الحيوانات تنقرض، حيوانات النباتات تندثر، لكن توثيقها وضع في قاعده البيانات مهم لنا لنتابعوا. احنا من بعد قادرين ندخلوا حتى في موضوع جديد هو تاثير التغيرات المناخيه فيما يخص هذه المناطق اللي نعرفوها موجوده في مناطق صحراويه قاحله كما نقولوا، التاثيرات يكون كبيره. دونك توثيق هذه الحيوانات وهذا التنوع ووضعه في قاعده البيانات مهم للتسيير الحالي والمهم للأجيال الجاية. ضمان الديمومة والاستمرارية لهذه الأهداف من خلال خلق قاعدة أيضا للتنمية المستدامة. دائما نشير إلى ضرورة إشراك السكان المحليين. أيضا سيد صاحب نتحدث عن النقطة التي أشار إليها سيد مقران عن أهمية المحافظة على هذه القاعدة البيانية في إطار طبيعة المنطقة، التغيرات المناخية التي تهدد أيضا التنوع البيولوجي و التنوع أيضا التراثي في المنطقة. نعم. أكيد. إذن في إطار مشروعنا قمنا بإشراك السكان المحلية. نعم. في كل مراحل تدخلنا على مستوى أقاليم الحظائر الثقافية، واليوم إذا توصل المشروع إلى هذه النتائج الإيجابية من الناحية العلمية ومن الناحية العملية، فالفضل يعود كذلك إلى الساكنة المحلية التي ساعدتنا في كل مراحل تدخلنا. كان فيه اندماج، كان فيه أخذ ورد بينكم، أصبحوا حلقة مهمة في إطار هذا العمل. أكيد. الساكنة المحلية تعلمنا منهم الكثير،
بحيث أنهم يعرفون جدا إقليمهم ويعرفون كيف يتكيفون مع قساوة الطبيعة وكيف يعني كل التغيرات المناخية اللي عشتها منطقة المناطق الحدائر الثقافية تكيفوا معها. فبالتالي إحنا في إطار المشروع وكل في أي استراتيجية حفظ التنوع البيولوجي أو التراث الثقافي فلا بد من الاعتماد على المعارف الشعبية والمهارات التقليدية حتى نضمن الحفاظ على موروثنا ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية. أهمية هذه المهارات التقليدية في عمل مشروع الحظائر وأيضا في الأفاق المستقبلية ما بعد هذا المشروع. كما ذكرت زميل الحديث حول الإسهام ولا إسهامات الساكنة المحلية على مستوى الحظائر الثقافية، فيه أكد فيه منهجية جديدة تانية تم تطبيقها هي التسيير التشاركي. اليوم كما تكلمنا لتسيير تراث إقليم مهما يكون الإقليم لازم كل المتدخلين يكونوا مشاركين في التسيير، منهم الساكنة المحلية اللي تشارك كساكنة اليوم لكن تشارك بمعارفها والشعبية المرتبطة بالإقليم. احنا اليوم عندما نكونوا في تمرسات ولا نكونوا في تندوف ولا نكونوا في الغوات فيه معارف، هذه المعارف تم اكتسابها على تواصل الأجيال، تراكم هذه المعارف يكون عبر الأجيال، وحنا ما عندناش الحق حتى هذه المعارف كما نقولوا نفقدوها. دونك اليوم بالعكس يجب تثمينها تثمينها. دونك هي ثاني تحظى كما نقولوا باهميه خاصه فيما يخص التوثيق، في حتى برنامج خاص قمنا به حتى اعداد منهجيه التوثيق التراث الثقافي والطبيعي والمهارات المرتبطه بتنوع طبيعي. دونك هذه المنهجيه تم اعدادها وقمنا بدينا بالتوثيق ووضع هذه المعارف، وفيه كما نقولوا العديد من المنتجات اللي وثقت الحاملي للتراث باسكو انه هي معارف هو تراث لا مادي، يوثق الحاملين ويوثق المضمون التراث المرتبط بالتنوع البيولوجي. هذا العمل قمنا بدينا به في تمرسات مع عمل جبار كان به الديوان الوطني للحضارة الثقافية للأهجار ليوثق اللي رانا في منهجية التوثيق. دونك اليوم هذه المعارف كما ذكرنا مهمة لنا اليوم لكن مهمة للمستقبل في إطار هذه التغيرات المناخية، وهذه المعارف هي مرتبطة بالأصناف النباتية والحيوانية. اليوم إلا فيه معرفة من مثلا في الاستطباب ولا الأعشاب الطبية ولا الطبيعية في الأهجار هي مرتبطة كما نقولوا هذه النباتات المتواجدة. إلا انقرض النبات ولا انقرض الحيوان في الأكيد هذه المعرفة راح تزول. إلا زالت والعكس صحيح، إلا فقدنا المعرفة ما نعاودوش نتعاملوا مع النبات ولا الحيوان كما الناس كما كانوا الناس من قبل يتعاملوا، قادرين نفقدوا الحيوان. دونك هذه العلاقه الترابطيه التكامليه بين المعارف التقليديه والمعارف الشعبيه والمحافظه لازم هذه العلاقات تبقى لاستدامه الحياه في الاخير، وهي هي الحياه. اذا فقدنا النبات وفقدنا الحيوان حتى الانسان يبقى مهدد في العيش في هذه المناطق اللي قلنا توجد في مناطق قاحله وجافه على مستوى المعموره. مناخ خاص بخصوصيه ايضا. سيده صاحب نعود لك للحديث عن اهميه الترويج والتعريف بهذه الحظائر، الهدف ايضا هو تحويلها الى مزارات سياحيه، الى وجهه تستقطب السياح سواء كانوا سياح محليين ولما لا سياح أجانب من أجل اكتشاف كل هذه المكنونات التراثية وأيضا هذا التنوع الكبير والمتفرد في الكثير من الأحيان. كيف هو الترويج في إطار هذا المشروع؟ ثم كيف تعملون على المحافظة على هذه القاعدة حتى بعد انتهاء مشروع الحظائر الثقافية؟ نعم، إذا بالنسبة إلى الترويج في إطار مشروعنا عندنا محورين هامين. أولا الترويج والتثمين العلمي لكل ما يقام به في إطار المشروع. الدليل على ذلك أن كل ما ذكر من قبل السيد صالح أمقران من حيث توثيق المعارف والمهارات التقليدية وكذلك إشراك الساكنين
المدينة المحلية كان موضوع العدد الأخير من المجلة السنوية لمشروع الأنيس التي تصدر كل عام من قبل مشروع الحدائر الثقافية، أين تم التطرق إلى كل المنهجيات العلمية المطورة من قبل مشروع الحدائر الثقافية في إشراك الساكنة المحلية وتوثيق المعارف والمهارات التقليدية للحفاظ وتثمين التراث البيئي والثقافي للحدائر الثقافية. اليوم رانا في العدد الرابع وإن شاء الله سيكون عدد أخير من مجلة، العدد الخامس مع نهاية المشروع في شهر مي إن شاء الله. وبالنسبة إلى الترويج لهذه الحدائر من الناحية السياحية، قام المشروع بإعداد استراتيجية لتطوير السياحة البيئية الثقافية في هذه الأقاليم، بحكم أن هذه الأقاليم يعني من غير المعقول أن نقوم بالترويج للسياحة أن توريزم دو ماس، يعني سياحة لتستقطب سياح بزاف ويشكلوا خطر ويعني ضغط على هذا الإرث البيئي والثقافي لهذه الأقاليم. فبالتالي احنا نريد الترويج لسياحة يعني واعية مسؤولة، نخلي السائح يكتشف الطبيعة ويحتك مع الساكنة المحلية ودون المساس ودون التأثير ودون إضرار يعني البيئة ولا حتى الثقافة المحلية. هذا ما قمنا به. وبالنسبة إلى يعني دعائم الترويج، هناك العديد من الدعائم المنتجة والمطورة من قبل المشروع، كما نلاحظ هذه الأفلام والفيديوهات الترويجية للتعريف بتراث الحدائر الثقافية، كلها من إنتاج فريق المديرية الوطنية للمشروع. ومن هذا المنبر أحيي كل الزملاء سواء التقنيين أو فريق الإعلام والاتصال العامل معنا الذي يقوم بمجهودات جبارة لتوثيق ويعني إعطاء هذه الصورة الجميلة لتراثنا. وهي فيديوهات ساهمت بالتعريف بالأقاليم على المستوى المحلي وحتى على المستوى العالمي، كون أن مشروعنا هو مشروع تعاون دولي. فبالتالي أضفى هذه القيمة الدولية وحتى مشاركاتنا في لقاءات ومؤتمرات دولية. طيب نروح عند السيد أمقران. إذن في ماي الداخل يختتم مشروع الحدائر الثقافية، الثمار وأيضا التحديات المستقبلية للمحافظة على النتائج المحققة. كما قلنا الكل بداية نهاية، وخاصية المشاريع إنها محددة زمنيا، المشروع محدد زمنيا محدد على مدار 7 سنوات، على مدار 8 سنوات. هذا هو كما نقولوا عمر المشروع، لكن اليوم عند النهاية تقييم. نذكر بلي هذا المشروع تم تقييمه في المرحلة النصفية وتم تقييمه مؤخرا من الحياة، هو تقييم إيجابي جدا. دونك هذا ما يخلينا نتفائلوا للمستقبل، بأن هذا العمل اللي قمنا به مع الشركاء الدوليين سمح نلحقوا كل النتائج المسجلة، كل ما كان في ورقة الطريق كما تقولي في ورقة الطريق المشروع تم تنفيذه وإنجازه كما ذكرنا بطاقات جزائرية وانجزناه بامتياز. دونك هذا الشيء اللي يخلينا احنا متفائلين. دونك كما نقولوا النقل، كما نقولوا الخبرات والمعارف تم نقله على المستوى المحلي على مستوى الدواوين الوطنية للحدائر الثقافية، لكن تم نقله تانيك على المستوى المركزي، لأن الزملاء اللي تحكي عليهم زميلة إضافة إلى الفريق الإعلامي في فريق تقني مختصين في التراث الثقافي والطبيعي وخبراء شباب. كما نقولوا دونك هذا الفريق دونك اللي هو فريق متميز، دونك خدمت معاهم دونك كمدير، دونك ونقولها لهم دائما دونك كانت لي تجربه متميزه نخدموا مع فريق وطني اللي سمح لنا نحققوا كل النتائج. اليوم هذا الفريق قلت لك على المستوى المحلي دونك فيه ادماج كل المستخدمين على مستوى الدواوين، لكن الفريق للمستوى المركزي تم انشاء فريق بحث من هذه العناصر اللي هو راح يواصل العمل. طيب. فيما يخص
الآفاق المستقبلية. باختصار شديد في الأخير رسالة للسكان المحليين خاصة في ثواني معدودة. احنا السكان ممكن نقولوا بلي أن العمل تاعنا كان بفضلهم. نعم. والعديد من النتائج ما كناش نحققوها لو كان ما كانوش يد العون لنا في هذا المشروع. أشكرك جزيلا السيد صالح أمقران المدير الوطني لمشروع الحظائر الثقافية. أشكر أيضا السيدة نريمان صاحب المكلفة بالإعلام بمشروع الحظائر الثقافية. شكرا على الحضور وعلى كل التفاصيل والتوضيحات المقدمة. شكرا. مشاهدينا تمام الثالثة الآن بتوقيت الجزائر مباشرة إلى استوديو الأخبار وهذا الموعد الإخباري. موعد إخباري مباشرة من الإخبارية الجزائرية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في المستهل أعطيت بولاية أدرار إشارة انطلاق موسم الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الحالي، حيث سخرت المصالح الفلاحية لدائرة زاوية كونتا سخرت كافة الإمكانات والعتاد اللازم لإنجاح العملية مع توقعات بتحقيق مردود وافر هذا الموسم. أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي من ولاية شلف على ضرورة بلوغ تكوين ناجع وعالي المستوى وإدراج تخصصات الأشغال العمومية ضمن برامج التكوين المهني والتمهين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا من خلال تكوين يد عاملة محلية مؤهلة. وبالمناسبة أشاد ميرابي بالنتائج الإيجابية التي حققها القطاع كونه أحد دعائم الاقتصاد الوطني. ولبلوغ تكوين ناجع وإنتاج وافر وبسواعد جزائرية، جاء تأكيد اليوم أيضا على أهمية تخصصات الأشغال العمومية لما لها من أهمية في التنمية الاقتصادية، وها هي أشغل شريان التجارة في الجزائر. مشروع خط السكة الحديدية العابر للصحراء تتقدم بوتيرة متسارعة وبسواعد وكفاءات وطنية تلقت تكوينا محليا نوعيا ومؤهلا. وبدورها تسخر شركتها الوطنية للسكك الحديدية جميع الوسائل والإمكانات للحد من مشكل تراكم الرمال على حواف خط السكة الحديدية بين وهران وبشار في الشطر العابر لولاية النعامة، وهذا بسبب الزوابع الرملية التي تضرب المنطقة. إلى أحوال الطقس الآن، حيث أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطار رعدية في بعض الأحيان ستتساقط على عدة ولايات من الوطن بداية من اليوم. وتخص النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي ولايات النعمة بشار بن عباس شمالا، وستتراوح كميات الأمطار المرتقبة بين 20 إلى 40 ملم خلال فترة صلاحية النشرية التي ستدوم إلى غاية الساعة 6 مساء. كما تخص هذه النشرية كلا من ولايتي البيض والتميمون، حيث ستقدر كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 إلى 40 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 ملم خلال فترة صلاحية النشرية التي تمتد من منتصف نهر اليوم إلى يوم غد على الساعة 3 صباحا. وتخص هذه النشرية أيضا ولاية المنيعة غردية لغواط، وهذا ابتداء من اليوم على الساعة 6 مساء إلى يوم غد على الساعة 9 صباحا. للعلم فإن هذه الأمطار ستكون مرفوقة برياح قوية. إلى نفحات شهر الفضيل، أصوات تبارت في ترتيل وتجويد ذكر الحكيم للفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة وطنية على مستوى المؤسسات العقابية. مسابقة تندرج ضمن مساعي الإدماج الاجتماعي والتنمية القدرات المعرفية للنزلاء.
ومع اقتراب عيد الفطر المبارك ومن أجل ضمان خدمات أفضل، قررت مؤسسة بريد الجزائر كعادتها فتح شبابيكها أمام زبائنها ليلا ابتداء من الساعة 9:30 إلى غاية 11 مساء. في نشاط الحزب وعشية اليوم العالمي للعمال ولحرية الصحافة، نظمت جبهة والقوى الاشتراكية ندوة وطنية حول النضالات العمالية ومعركة حرية الصحافة بالجزائر. دوليا، وفي مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، اقتحمت قوات الكيان الصهيوني فجر اليوم باحات المسجد الأقصى، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المصلين أسفرت عن إصابة العشرات. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن 42 شخصا أصيبوا بجراح متفاوتة، حيث منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من دخول المسجد الأقصى الذي يوجد به نحو 1500 مصل ومعتكف محاصرين من قبل قوات الاحتلال. رياضة الآن، وفي كرة القدم، تدرك الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم جولتها 28 بإجراء لقاءات تعد بالإثارة والتنافس، وفيما يلي برنامج الجولة. وداد تلمسان اتحاد بسكرة أولمبي المدية، وفاق سطيف ساري غريزان أولمبي شلف، نجم مقرة اتحاد الجزائر، شباب الوزداد فريق هلال شلغوم العيد، شباب قسنطينة تقابل أمل الأربعاء، نادي بارادو نصر حسين داي، ومولودية وهران شبيبة القبائل، وأخيرا مولودية الجزائر شبيبة الثورة. بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، نلتقي مجددا على رأس الساعة. هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر، دائما أقرب. Thank you.
هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر، دائما أقرب. عدنا إذن مشاهدينا إلى رحاب هذا الفضاء الإخباري الظهيرة على الإخبارية للتلفزيون الجزائري. حديثنا الآن عن القطاع الفلاحي، بالتحديد إلى ولاية ورجلع وحملة الحصاد والدرس التي تنطلق قبل باقي مناطق الوطن بالنظر إلى طبيعة ومناخ المنطقة، توفير العتاد واستحداث مناطق تجميع جديدة قريبة من الأراضي الزراعية لضمان السير الحسن لانطلاق الحملة. المتابعة والمزيد مع وهيبة مزوج أو مع الزميلة هاجر بنتر أنا. أراضي منطقة قاسي الطويل عرفت زيادة في المساحة المزروعة خلال الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالسنة الماضية، ومن المتوقع أن يحقق الفلاحون أرقاما إنتاجية عالية في مختلف شعب الحبوب. محيط قاسي الطويل يتربع على مساحة 28 ألف هكتار، كلها هذه المساحات نتاع إنتاج الحبوب، حبوب والأعلاف، وسنا الرقعة الفلاحية زادت. العام القادم كانت، العام اللي فات كانت 900، السنه رانا في 1300. عملية الحصاد والدرس انطلقت من مستثمرة غندير التي تتربع على مساحة 500 هكتار خصصت لزراعة القمح الصلب بعدما كانت لها تجربة ناجحة في إنتاج الذرة، ومن العوامل المساعدة على ذلك إجراءات المرافقة خاصة في مجال الكهرباء الفلاحية. هذا العام المايس ما درناش، درنا القمح الصلب، ودرنا الفارينة، درنا الشعير كذا، ويعني نتوقع ان منتوج ان شاء الله يكون مليح. كانت عندنا البروبليم تاع تيريسيتي، نشكر رئيس الجمهوريه على الابدار اللي داروا تاع تيريسيتي، راه عندنا تيريسيتي وكاع الحمد لله. كل الإمكانات وفرت لإنجاح عملية الحصاد، كما خصصت تعاونية الحبوب والبقول الجافة ثلاث نقاط لتجميع وتخزين المحصول على مستوى ولاية ورقلة بطاقة استيعاب تقدر ب 132 ألف قنطار. نعم، إذن كل الإمكانيات سخرت لإنجاح حملة الحصاد والدرس بولاية ورجلة. المزيد من التفاصيل حول انطلاق هذه الحملة دائما مع زميلة هاجر بن كران التي تحدثنا أيضا عن جديد شعبة إنتاج الحبوب. إليك هاجر. نرحب بالجميع. نحن هنا بمنطقة قاسي الطويل التي تبعد بمسافة 225 كيلومتر عن الولاية ورقلة، تحديدا بمستثمرة غندير التي تتربع على مساحة 500 هكتار مخصصة لزراعة القمح الصلب، أين تم منذ قليل انطلاق عملية الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2021-2022. وللحديث أكثر حول الموضوع يحضر معي رئيس القسم الفرعي للفلاحة بدائرة حاسي مسعود ولاية ورقلة السيد جمال ربوح. مرحبا بك سيدي. مرحبا بكم. نعم، بداية، كيف كانت انطلاقة عملية الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2021-2022 بمنطقة قاسي الطويل أو بمنطقة قاسي الطويل؟ نعم تفضل. أولا عملية الحصاد بالنسبة لنا أنها مبكرة، لأن احنا موالفين نحصدوا في 8 ماي، من ماي لهي السنة، نظرا للظروف الجوية وكان شوية سخانة وشوية برد، الحصاد جاء مبكر، وإن شاء الله تاني أعطى نتائج، راح يعطي إن شاء الله نتائج جد معتبرة. نعم، بالنسبة للمساحة المخصصة لزراعة الحبوب بمنطقة قاسي الطويل، أولا عندنا مساحة مخصصة للحبوب هي 1390 هكتار، فيها القمح الصلب وفيها القمح اللين وفيها الخرطال أعلاف. واش هو أن القمح الصلب هو اللي مركزين عليه المستثمرين أكثر، حيث أنه يتربع على مساحة 950 هكتار. بما أن القمح الصلب مثل ما ذكرت استحوذ على أكبر مساحة أو مساحة أكبر مساحة مخصصة للحبوب على مستوى ولاية ورقلة ككل، ما هي الإمكانيات التي تم توفيرها لإنجاح عملية الحصاد والبدء بها؟ تم توفير كل الإمكانيات
خاصة من الشركات من تعاونية الحبوب والبقول الجاف. عندنا بعض الخواص اللي عندهم ماشينات تاني دخلوا ورانا موجدين كل شيء، حتى الإنتاج راهين بعد باش تهزوا السياسة إن شاء الله. ونعطوا تاني واحد الملاحظة، القمح السنة جاء إن شاء الله مليح في النوعية، مليح من جهة الإنتاج، وحتى الرقعة الفلاحية زادت. العام القادم كانت، العام اللي فات كانت 900، السنة رانا في 1300. هذا راجع للإمكانيات، وخاصة البرنامج نتاع الكهرباء نتاع فخامة رئيس الجمهورية، زاد في الرقعة نتاع المساحات المزروعة، والمشروع راه مازال يمشي. وكذلك كما نقولوا السيد ولي الولاية اللي راه يتبع في هذا المشروع واللي عطيه أهمية كبيرة، هو أن ربط كافة المستثمرات الفلاحية بالكهرباء. ما تحدثت عن زيادة أو أن المساحة المزروعة هذه السنة بمقارنة بالسنة الماضية يعني كان في زيادة في المساحة، بالنسبة للظروف أيضا المناخية هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، هل كانت ملائمة لزراعة الحبوب؟ نعم، السنة كانت الظروف مليحة، خاصة أن الرياح ما كانش بزاف، كي جاي تلحق الرياح لقيت الناس معناها راهي في المراحل الأخيرة نتاع الحصاد إن شاء الله، راها مليحة. نعم، إضافة للكهرباء، ما هي العوامل التي ربما قد تساعد في زيادة نسبة الإنتاج هذا الموسم الفلاحي؟ هو العائق الأساسي اللي كان يواجه المستثمرين هو الكهرباء. الكهرباء بفضل برنامج فخامة رئيس الجمهورية راهو المشروع يمشي، معظم المستثمرات راهي تربطت بالكهرباء. إن شاء الله نتوقعوا العام القادم رايحة تكون مساحة كبيرة وراح يكون إنتاج كبير إن شاء الله بإذن الله. منطقة قاسي الطويل التي ينشط بها حوالي 74 مستثمر، ربما الإنتاج المنتظر أو المتوقع على مستوى منطقة قاسي الطويل عقب الانتهاء من عملية الحصاد والدرس؟ أولا المعلومة اللي نجم نقولها لكم أن منطقة قاسي الطويل أصبحت قطب فلاحي، خاصة من ناحية الحبوب والحبوب بأنواعها، كاين أعلاف، كاين الخرطال، كاين القمح لين صلب، ودخلنا في تجربة جديدة اللي سنا درنا نتاع السلجم الزيتي اللي راه عندنا سنا 132 هكتار السلجم الزيتي، وهو كما يسمى الكوزا. والإنتاج نتاع السنا راح يتضاعف العام القادم، لأن كاين ناس كانت الكهرباء ما عندهمش، العام الجاي إن شاء الله تكون عندهم الكهرباء، راح يكون إنتاج كبير وزيدوا في الرقعة الفلاحية إن شاء الله. نعم، شكرا على كل هذه المعلومات التي وافيتنا بها. إذن للإشارة، فإن ستعرف أو سيعرف الموسم الفلاحي 2021-2022 بولاية ورقلة زيادة في الإنتاج حسب تصريحات السيد رئيس الفرعي للفلاحة بدائرة حاسي مسعود ولاية ورقلة. نعم هاجر بنت رانا، أشكر جزيلا على هذا الحوار، والشكر موصول أيضا إلى ضيفتي الكريم، ضيفتي الذي تحدث في الختام عن زراعة السلجم الزيتي، وهي الزراعة التي تشهد تطورا كبيرا في كل ولايات الوطن، هي من الزراعات الجديدة التي بدأت تظهر نتائجها في عديد الشعاب. كما قلت، السلجم الزيتي والذي يستقطب الفلاحين الراغبين في خوض تجارب جديدة. العينة تأتينا الآن من ولاية تيميمون، حيث خطت مديرية الفلاحة خطواتها الأولى في مرافقة زراعة السلجم الزيتي. العينة أيضا من منطقة أدروت في روبورتاج وهيبة مزوج. لم يكن يتوقع الفلاح شيبان بمحيط أفران أن تكلل أول تجربة له في زراعة السلجم الزيتي بنجاح باهر. في إطار الامتياز استفدنا من 200 هكتار
هنا في أفران في مدينة أوغروت، وقدرنا باش نديروا 80 هكتار تاع السلجم، والحمد لله كانت تجربة ناجحة، والسلجم جا ما شاء الله، النبتة راهي ما شاء الله راكي تشوفي فيها إنتاج مليح، وعلى ربي هذه يعجز اللسان على شكر الدولة. كل ما تحفري بير يعطوك سوارد، تحطي الفيفو يعطوك سوارد، تجي تشري السلعة يعطوك سوارد. أخوي الحمد لله كثر خير ربي كثر خير الدولة، وحنا ترانا وفينا بالوعد تاعنا خدمنا لهم، وإن شاء الله الخدمة تاعنا تبقى دائما نظيفة واللي يفرحوا بها. وحنا كي جينا لهذه المنطقة باش نستثمروا، كنا نستثمروا بالمازوت، والدولة والحمد لله راهي بعثت لنا الكهرباء ورحقت، وكاين أمر من رئاسة الجمهورية باش يديروا لنا الكهرباء حتى في البيور تاعنا، يعني الحمد لله رب العالمين. كمجلس ولائي تشجعنا او تحمسنا كثير لوجود هذه اول تجربه على مستوى ولايه تيمون، وبالتالي حتى في الدوره كان هذه التجربه حازت نصيب اوفر من النقاش، واجمع الجميع على انها يجب ان تنجح، لان نجاحها يفتح افاق مستقبليه ان شاء الله للاستثمار في الميدان الزراعي. وللسلجم منافع اقتصاديه عديده، فبالاضافه الى انتاجه لزيت المائده، تعتبر هذه النبتة ذات الجذور الطويلة مهمة في خصوبة التربة. ودرنا البيت البلاستيكي واحد هكتار كأول تجربة، درنا فيها الدلع البطيخ الأحمر، والحمد لله راهي ناجحة. درنا تجربة ثانية تاع النحل، وراه جبنا 57 صندوق هنايا، والحمد لله راهي ناجحة، لقات الكرزة، وهي حنا كانت الاستفادة مزدوجة، نستفادوا التلقيح تاع الكولزا، ونستفادوا العسل تاع الكولزا. مادام ان المحصول هي محصول استراتيجي، مرافقه التقنيه هنا فيه دورات خرجات ميدانيه اسبوعيه دوريه للمحطه الجهويه لحمايه النباتات لهذا المحصول هذا. هو اول تجربه، كان هنا المدير العام للمعهد التقني للمحاصيل الكبرى، وباذن الله سيؤخذ بعين الاعتبار لكان متعاملين اقتصاديين على مستوى الجزائر العاصمة ليأخذوا هذا المنتوج، لأنه هو المنتوج اللي يعطي الزيت، والدولة راهي ترافق الفلاحين لنقص من فاتورة الاستيراد. وتراهن الجزائر على بحث زراعة السلجم الزيتي ضمن المحاصيل الاستراتيجية التي من شأنها تقليص واردتها من الزيوت النباتية والأعلاف. نعم، ويتوقع تحقيق مردود يفوق 35 قنطار في الهكتار الواحد من السلجم الزيتي وطنيا. المزيد دائما مع وهيبة مزوج وضيفها في هذه النافذة من ولاية ميمون بإحدى المزارع الخاصة بزراعة السلجم الزيتي. وهيبة مساء الخير، وأهلا بك وبضيفك الكريمة إليك. إذن السلام عليكم زملائي بالأستوديو المركزي، السلام عليكم مشاهدينا الكرام. متواجدون نحن معكم مباشرة من إحدى المستثمرات الفلاحية النموذجية المعروفة هنا بمنطقة تيميمون الولاية الفتية. وللحديث أكثر عن واقع الفلاحة هنا بالولاية الفتية تيميمون، يحضر معي مدير المصالح الفلاحية السيد بالمنصور رفيق. أهلا بكم سيدي عبر قنواتنا التلفزيونية، قنوات التلفزيون الوطني. هل تضعنا في الصورة عن واقع الفلاحة، ونحن نرى هذا التجربة الأولى هنا والتجربة النموذجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للواقع الفلاحي على مستوى ولاية ميمون، احنا هذا الموسم الفلاحي 2021-2022 عندنا تعليمات من السيد الوزير الفلاحة والتنمية الريفية بأن نرفقوا الفلاحين في المحاصيل الاستراتيجية، منها عندنا القمح الصلب والقمح لين والشعير والذرة الصفراء. بإذن الله كنا درنا مساحة 523 هكتار بمردودية متوسط 54 قنطار في الهكتار. وبالنسبة للمساحة تاع الحبوب، هذا السنة كان عندنا نصيب لمساحة 4939 هكتار، منها 351 هكتار شعير و 118 هكتار قمح لين. وإن شاء الله بإذن الله متفائلين باش نجيبوا مردودية متوسط مردودية ل 50 قنطار في الهكتار.
إذن هذا فيما يخص زراعة الحبوب، وماذا عن السلجم؟ هذه التجربة الأولى والجديدة هنا على مستوى ولاية ميمون، هل هي تجربة ناجحة بالنسبة لكم كمصالح فلاحية؟ هل تشجعون الفلاحون الآخرون أن يدخلوا في هذه التجربة أو ماذا؟ بالنسبة لزراعة السلجم الزيتي اللي هو الكولزا، هي تجربة أولى على صعيد المساحات الكبرى اللي اندارت على مستوى مستثمرة السيد شيبان رشيد لمرشين محورين لمساحة إجمالية 80 هكتار. احنا نشجع الفلاحين لهذا المنتوج لنقص من استيراد فاتورة استيراد اللي راهي تحث عليها الدولة، وثاني عندنا بعض الفلاحين اللي راهم يقوموا بزراعة محصول القمح اللي راهو دارنا مشكلة تاع الأعشاب الضارة باش يدخل في الدورة الزراعية، منها يدخل في الدورة الزراعية لنقص من الأعشاب الضارة وينقص من فاتورة الاستيراد اللي الدولة راهي تقوم بالاتجاه نحو المحاصيل الاستراتيجية. إذن للحديث أكثر عن المحاصيل الاستراتيجية، هناك القمح وكذلك الذرة الصفراء، ما هو واقع الذرة الصفراء هنا في ولاية ميمون؟ بالنسبة لواقع الذرة الصفراء، هذا السنة كان عندنا نصيب لمساحة، يعني عندنا الدولة راهي تتجه للمساحة الاستراتيجية منها الأعلاف، اللي كان نصيب ولاية ميمون مساحة 1348 هكتار. أما بالنسبة للذرة الصفراء حبوب كان عندنا مساحة 523 هكتار، وحبوب منها قمح صلب وقمح لين وشعير كان عندنا مساحة 3809 هكتار. وإن شاء الله يعني دلنا برنامج لموسم الفلاحي كأهداف، الموسم الفلاحي 2022-2023 لمساحة 2833 هكتار بإذن الله. المنتوج الوفير الذي تزخر به الولاية الفتية ميمون لن يكون إلا بمرافقة الدولة لهذا القطاع. حقيقة الدولة متواجدة لمرافقة الفلاحين، وذلك بالدعم اللي هي الدولة خصت مبلغ مالي مرافقة الفلاحين عن طريق الدعم الفلاحي ليتمثل في حفر الأنقاب والمضخات الغاطسة والمراشات المحورية، يعني هذا بالنسبة للمساحات الكبرى. عندنا حتى الأحواض والآبار، وثاني الدولة خصت غلاف مالي للكهرباء الفلاحية اللي رانا نشوفوا الفلاحين بإذن الله غادي يستفدوا من الكهرباء على مستوى كل المحيطات الفلاحية، اللي هو برنامج رئيس الجمهورية اللي يعني حارس كل الحرص لهيكلة المستثمرات الفلاحية. إنتاج وفير، مرافقة من طرف الدولة، هذه كلها عوامل تساعد في نمو الفلاحة هنا بالولاية. ولو نتكلم السيد المدير عن الكهرباء الفلاحية، حقيقة للموسم الفلاحي 2021 كان هو نصيب لكهرباء محيطات فلاحية صغرى ما يقارب، كان عندنا 20 محيط فلاحي تم كهرباته. أما بالنسبة للسنة 2022 بإذن الله سيكون 21 محيط فلاحي على مستوى ولاية ميمون، والعملية متواصلة بمرافقة مع شركة توزيع الكهرباء والغاز. وإحنا عندنا ثاني المساحة الكبرى اللي كان نصيب، يعني نصيب حصة الأسد، لذلك قامت الدولة بكهرباء محيط زاوية سيدي عبد الله 1 ومحيط زاوية سيدي عبد الله 2 متواجدين على مستوى بلدية توقروت، وكذا محيط أفران المتواجد على مستوى بلديات المطارفة. لأن على مستوى الولاية عندنا زوج محيطات المساحات الكبرى اللي هي مقيدن وأفران وثاني زاوية سيدي عبد الله. شكرا سيدي المدير على كل هذه المعلومات القيمة. إذن هذا كل ما لدينا بخصوص الفلاحة هنا بولاية ميمون الولاية الفتية. إليكم الخط.
شكرا جزيلا لك يا وهبة مزوج، وشكرا أيضا لضيفك الكريم. وضعتنا في صورة الموسم الفلاحي وعديد الشعاب التي تشهد تطورا كبيرا في ولاية تيمؤن. الآن مشاهدينا إلى التحضيرات الخاصة بعيد الفطر المبارك، ونحن نعيش آخر أيام الشهر الفضيل. حركية دؤوبة تشهدها الأسواق العتيقة بشكل خاص، حيث ينبعث عباقة التقاليد المرتبطة بإحياء العيد. الصورة تأتينا الآن من الأسواق العتيقة لولاية غردايا مع أمين شقبقب. أيام قبل حلول عيد الفطر المبارك، حركية غير عادية تشهدها الأسواق والمتاجر هنا بغردايا. المواطنون يسابقون الزمن من أجل اقتناء أهم المستلزمات وحاجيات العيد، والمحلات بمختلف تخصصاتها وفرت كل الضروريات التي تتطلبها هذه المناسبة الدينية. هذه الأجواء راك تشوف هنا، راك في سوق غردايا، الناس راهم يعيشوا في التحضير لشراء الألبسة. احنا بالمزابية نقولوا العيد الصغير، العيد بالظن ما بالظن، العيد نتشميسين يعني الألبسة، والعيد الكبير نتحميسين نويسهم سما تاع اللحم. دونك الناس كاع راهم يقضيو من أجل العيد باش يلبسوا ولادهم كاع، ولازم من السنة باش الناس لازم تفرح وتزعم تلبس الجديد. هذا أيامات في الكسوة، نشروا الثاني عيد الأضحى للدراري، نشروا لهم كسوة وراك عارف، ونوجدوا ثاني العيد الصغير الحوايج الحلويات راك عارف، وهذه هي، وإن شاء الله الشعب الجزائري يشدوا في بعضنا بعض. المحلات المتخصصة في خياطة وبيع الملابس التقليدية تشهد إقبالا كبيرا من الكبار والصغار، فأهل المنطقة معروفون بالمحافظة والافتخار بلباسهم المحلي الأصيل، ويكثر الطلب على هذه الألبسة في الأعياد والمناسبات. صدت هذا المحل على شال باش نخير قندورة عربية محلية، إنتاج محلي، خياطة محلية، الأسعار معقولة حسب إمكانيتي، أنا نشوف فيها باللي معقولة، وإن شاء الله الناس قاعده تفرح بالعيد، وان شاء الله ربي يعطينا الصحه وربي يتقبل وعقب العام الجاي ان شاء الله. نخدم سير كومون، نخدمها لله واجد. لا سبيسياليتينا شي تيشبر تاع عربدو سراوان تغردات تيشوشاي لي موديل وكل تيشوشاي ناضخ واجده سير لي كومون سير لي طاي وكلش. انت ويتتساني برك المحلي تواجنا يداني التيشبر تاع عريضه داخل نخدم تاع سراوان، نخدم على حساب لا دوموند لي ميزور تخصد تاع دروال طواطا تولي على حساب لا دوموند دو كليون. هي أجواء جميلة تعيشها غردايا كل سنة بتوديع الشهر الفضيل واستقبال عيد الفطر المبارك، ودعوات الجميع بأن يعم الرخاء والأمان ربوع وطننا الحبيب. وأكيد هكذا هي أجواء العيد في مختلف ولايات الوطن بكل أسواقنا، حيث تستعد العائلات لإحياء هذه المناسبة من خلال شراء كسوة العيد والتحضير أيضا لإحياء هذا اليوم وسط لمة العائلة والأحباب. أمين شقبقب معنا الآن ليعرفنا على المزيد من العادات والتقاليد في هذه الأيام المباركة قبيل حلول عيد الفطر المبارك من وسط سوق بن يزجن بغردايا. أهلا بك أمين شقبقب. أمين شقبقب، إذن سيحدثنا عن العادات والتقاليد بولاية غردايا، وذلك استعدادا لعيد الفطر المبارك. إليك أمين، أهلا بك. تحية لزملائنا في الاستوديو المركزي، تحية لمتابعي التلفزيون الجزائري. إذن الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وندخل كذلك إلى مرحلة التحضيرات لعيد الفطر المبارك، ومعروف عن كل منطقة عاداتها وتقاليدها لتحضيرا لهذه المناسبة الدينية. وهنا في غردايا هناك عديد من العادات والتقاليد التي يشتهر بها سكان المنطقة. للحديث حول هذه العادات وهذه التحضيرات يحضر معي الآن السيد سليمان فخار، وهو مرشد سياحي ومهتم بالتراث المحلي، ليحدثنا عن هذه التحضيرات. رمضان كريم وأهلا بك سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سوق غردايا. بهذه المناسبة السعيدة هي قدوم انتهاء شهر رمضان المكرم، تقبل الله منا ومنكم ومن سائر المسلمين في الجزائر والعالم. كما هو معروف رانا في سوق غردايا، سوق يعني عامر فيه جميع ما يحتاجه
المواطن لشراء أدواته وحوائج حاجيته للعيد. ورائي يوجد سوق الخضر والفواكه الذي متوفر على جميع الفواكه المحلية والقادمة من ربوع الوطن، متوفر الثمن والحمد لله، وكذلك دكاكين الأنسجة وجميع الألبسة خاصة في أيام العيد التي تحتاجها الأطفال والنساء، متوفر بكثرة وبأثمان معقولة والحمد لله. وكذلك جميع الوفود اللي يجوا من هذه المنطقة، يعني غردايا تعتبر يعني إمبلاكتورنوت، يعني حلقة وصل جميع العبور لجميع الصحراء والمدن المجاورة، هذه هي اللي تلقاها يعني بزاف المواطنين هنا واللي يقضوا حاجتهم بسبب الوفرة وكذلك الثمن. ذكرت أن غردايا هي نقطة عبور وملتقى لمواطني ولاية غردايا بمختلف بلداتها وحتى من خارج الولاية، نظرا للنوعية والجودة التي تمتاز بها المحلات هنا في سوق غردايا ومجاورها. نشاهد كذلك محلات هنا مختصة في بيع العقاقير والكاوكاو الذي يشتهر به المنطقة، ومختلف التخصصات ليس فقط في خضر والفواكه. نعم، بجانب هنا كاين شارع الشيخ عمي سعيد اللي مشهور بالعقاقير لي زيبيس، وكذلك الحلويات المصنوعه محليا، تقريبا كاع الحلويات الجزائريه اللي معروفه دركا، كل امراه وبنت في المنزل راهي تخدم الحلويات، بقلاوه المقروض وما يتبعه. أما الكاوكاو فهو يعني نبات موجود في المنطقة في سبسب مشهورة في ولاية غردايا، ويجو تاني من لغوات ومن واد سوف يجيبوا تاني الكاوكاو، يعني عندنا تروا كاليتين تاع الكاوكاو. ممتاز. غردايا أيضا معروفة بمحلات بيع الألبسة التقليدية، ممكن تضعنا في صورة الألبسة التقليدية التي يلبسها ناس غردايا خاصة مع قدوم مناسبة العيد والأعراس ومختلف المناسبات الدينية؟ طبعا في عيد الفطر والعيد الأضحى المبارك كاع الناس غردايا والولاية يلبسوا لباس تقليدي، الشاشية ولا الشاش والبرنوس والقندورة العباءة والكعت يعني والسروال التقليدي، كلها يعني ألبسة تاع منطقة ميزاب والولاية على العموم. في العيد الناس كاع تولي الأصالة نتاعها لباس تقليدي. حتى المحلات شاهدنا مواطنين هنا بالمحلات إقبال كبير على اقتناء هذه الألبسة التقليدية، والجميل أن حتى الأطفال الصغار لازالوا محافظين على هذه الألبسة. حتى مش الأطفال الصغار، حتى البنات في المنازل يلبسون اللباس التقليدي، ما يلبسوش كما رانا نشوفوا يعني المود العصريه، كاع كل تقريبا تلقى كل منزل فيه لباس تقليدي، حتى العروسه والام والجده تلقاهم كاع يلبسوا لباس تقليدي اصيل في الاعياد، فرحه بهذا العيد المبارك. ممتاز. أستاذ، لو تحدثنا الان عن اجواء يوم العيد، نحن نشهد هذه الاجواء تحضيرا ليوم عيد الفطر. خلال يوم العيد هناك ربما عادات، هناك تقاليد خاصة بالمنطقة من خلال ربما أكلات أو لقاءات عائلية أو حتى اللي بس حدثنا عن يوم العيد وصلاة العيد والأجواء التي يعيشها ناس غردايا يوم العيد. يوم العيد يوم يعني خاص مبارك. أولا نبدأ بصلاة العيد في المسجد، بعد صلاة العيد يتغفرون كلهم باللباس التقليدي، المساجد كلهم بالكل والغردايا والولاية كلهم باللباس التقليدي تقريب، ويلبسوا اللباس التقليدي، القندورة الشاشية والسروال التقليدي، هذا هو اللي يعني في بعد صلاة العيد يوقع فيه الروحوا إلى المقابر، كل واحد عنده والديه عنده يزور، كما نترحموا على الوالدين والأقارب نتاعنا نروحوا، هذه من تقاليد هذه المنطقة. ومن بعد نروحوا للدار نفطروا، نبداو الزيارات إلى جميع الأقارب والأصهار والجيران والمتساكنين، كاع اللي عنده جار واللي عنده واحد كبير لازم يزوره في العيد، كانش واحد اللي ما يزورش
نهار العيد لازم، هذه من تقاليد ومن سنن كذلك، حاجة اللي مليحة. ومن بعد في المساء يقع فيه لقاءات عائلية، مثال أنا وخوتي وخوتي نديروا ديما لقاء يوم أنا يعني شخصيا تقريبا نفس الشيء في العائلات. تقصد العائلة الكبيرة يعني؟ العائلة الكبيرة يعني أنا وخوتي كانت نتلاقاو في ديار العروس، هي ديار نقولوا ديار العشيرة، تلاقاو فيه كاستاي ونشوفوا بعضنا ونعيدوا ونعرفوا شكون اللي جا اللي ما جاش، اللي واحد راه في هذا هو اللي راه نروحوا نزوروه، هذه لقاء عائلي. وفي المنزل لقاء لابتيت فامي العائله الصغيره، هذا هو. والعشاء هذا هو لازم، احنا في تقاليد المنطقه العيد الصغير والعيد الكبير دائما يكون فيه لقاء عائلي تضامني، هذه هي التقاليد نتاع العيد. وعيد عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير بالصحه والهنا ان شاء الله، عيدوا إن شاء الله بالخير والبركة، واليوم لجميع الجزائريين والأمة الإسلامية. بارك الله فيكم. بارك الله فيك أستاذ سليمان فخار، الباحث في التراث المحلي والمرشد السياحي والناشط الجمعوي، على كل هذه المعلومات. إذن مشاهدينا الكرام، حاولنا من خلال هذا الحوار وهذا الحديث مع السيد سليمان للتعريف بعادات المنطقة وتحضيرات عيد الفطر المبارك. عودة إليكم زملائي في الاستوديو المركزي. نعم أمين شقاب قبا، أشكرك جزيلا، كنت معنا من ولاية غردايا. إذن ارتداء أجمل الثياب، صلة الأرحام، وأيضا تنوع العادات والتقاليد هي القاسم المشترك الذي يحيي به الجزائريون من شرق إلى غرب الوطن، من الشمال إلى الجنوب، عيد الفطر المبارك بعادات مختلفة وأيضا بزخم وتنوع كبير في هذه العادات والتقاليد. فكل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والجزائرية بألف خير. الظاهرة اليوم متواصلة معكم، وصلنا الآن إلى النافذة الاقتصادية وطائفة من الأخبار المتنوعة يقدمها لنا عبد الجليل عباس مباشرة بعد هذا الفاصل. شكرا جزيلا لك فايزة، السلام عليكم مشاهدين أينما كنتم، أهلا بكم معنا إلى أخبار الاقتصاد. والبداية من ولاية بومرداس، أين تم استرجاع 40 وعاء عقاريا صناعيا خلال السنة الجارية بمساحة إجمالية تناهز 14 هكتارا، حسب ما أوضحه والي ولاية بومرداس يحيى يحياتن، الذي ذكر بأن هذه الأوعية العقارية المسترجعة هي من ضمن زهاء 300 وعاء عقاري معنية بعملية تطهير وضعيتها. وبالموازاة مع ذلك، كشف السيد الوالي بأن الأشغال جارية حاليا على قدم وساق من أجل إنشاء 3 مناطق مصغرة موجهة لدعم الاستثمار والمقاولاتية وخلق المؤسسات الناشئة بالولاية، كما أكد إرادة الدولة وسعيها من أجل رفع مختلف العراقيل عن المشاريع الاستثمارية وبعث مختلف النشاطات الصناعية والاقتصادية بالولاية. وفي مجال رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، تتوالى بولاية سطيف عملية التسوية لمختلف الملفات الاستثمارية العالقة لتمكين أصحابها من مباشرة عمليات الإنتاج وتوسيع الخطوط واستيعاب اليد العاملة من أجل الدفع بعجلة التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية بالولاية. الروبورتاج للسعيد باللونيس. تتواصل عملية تسوية الملفات الاستثمارية العالقة بولاية سطيف على دفعات وللأسباب المختلفة لبعث النشاط بعديد الوحدات الإنتاجية. وكان الإشكال تاعنا تاع رخصة الاستغلال، يعني وبالمناسبة أنا شكر السيد رئيس الجمهورية اللي يعني تطرق للقضية هذه باش يحل مشاكل كثير من الاستثماريين الجزائر، باش تكون استراتيجية جديدة الجزائر نحو التصنيع. تفاقمنا على الرخصه هذه، كنا نعاني منها بزاف، ودوك مازلنا نعاني في حوايج، ورانا من الاولين اللي رانا تجار من القدم، وهذه المؤسسه الثانيه، ورانا عندنا حوالي 70 خدام في المؤسسه القديمه، وهذه راهي فيها 30 خدام، ورانا نزيدوا 30 اخرى ان شاء الله. العمليه تحظى بالاولويه بالنظر للتداعيات الاقتصاديه بخلق الثروه ودفع عجله التنميه، واجتماعيا باستيعاب اليد العاملة
التي تلتحق سنويا بعالم الشغل من الأقطاب الجامعية ومراكز التكوين والتمهين، والأرقام المسجلة تعكس هذا الاهتمام. هذه الرخصة اللي سمحت لنا بالتقدم في الاستثمار تاعنا وخلق مناصب شغل. كنا يعني في الأول يعني كانت البداية تاعنا ب 60 منصب شغل، الآن رانا راح نلحقوا إن شاء الله 350 منصب شغل. نضع حيز الخدمة اليوم 15 مصنع، يعني 15 وحدة استثمارية التي تضاف إلى 70 وحدة التي تم تقديمها قبل نهاية هذه السنة كما قررها السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي نصبح اليوم نحقق تمكين ما يفوق 85 مستثمر من انطلاق في مشاريعهم واستغلالها. العملية متواصلة للبت في آخر الملفات العالقة وإطلاق باقي الورشات المتعلقة بملف الاستثمار. تمكن أعوان مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سيدي بلعباس من حجز 380 قنطارا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك منذ بداية شهر رمضان، حيث تم حجز هذه السلع خلال 678 تدخلا في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش، مع تحرير 100 محضر مخالفة واقتراح غلق 7 محلات تجارية. يذكر بأنه تم تخصيص 55 فرقة مراقبة للنشاطات التجارية بولاية سيدي بلعباس، وذلك في إطار برنامج العمل الرقابي خلال شهر رمضان المعظم. يتوقع بولاية خنشلة إنتاج 1,400,000 قنطار من مختلف أنواع الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري، حسب ما أعلنته المديرية المحلية للمصالح الفلاحية، التي قالت بأن الكمية المتوقع إنتاجها من القمح الصلب هي 750,000 قنطار، في حين يتوزع الإنتاج المتوقع في باقي أنواع الحبوب الأخرى على 150,000 قنطار من القمح اللين و 500,000 قنطار من الشعير، مع إمكانية تجاوز الإنتاج الكلي في كافة أصناف الحبوب للتوقعات المرسومة. وأشارت ذات المصالح إلى أن كمية الأمطار التي تساقطت على مختلف بلديات الولاية خلال شهر أفريل سمحت بإبقاء مساحات فلاحية واسعة عانت من الجفاف، وساهمت بشكل مباشر في رفع الإنتاج من مختلف أنواع الحبوب، لا سيما بالمنطقة الجنوبية التي يتوقع أن يصل بها الإنتاج إلى 700,000 قنطار. وفي إطار سعي الدولة لتحريك العجلة الاقتصادية والرفع من الإنتاج في مختلف المواد الضرورية، وكذا دعم المستثمرات الفلاحية ورفع العراقيل عنها، تم بولاية تلمسان ربط العديد من المستثمرات الفلاحية بالكهرباء الفلاحية في خطوة لدفع عجلة التنمية في عديد بلدية الولاية. الروبورتاج لعبد الجبار بن يحيى. بني بوسعيد أقصى الشريط الحدودي في تلمسان، مستثمرات فلاحية تدخل فيها الطاقة الكهربائية حيز الخدمة. أعطتنا الكهرباء الريفي، الله يخلف على الدولة، عندنا الضوء راك تشوف ما شاء الله، الخضورية راك تشوفها الله يبارك، نديروا الفصان، نديروا القمح، نديروا البطاطا. احنا في ولاد موسى والحمد لله، دخلونا الضوء باش نسقيو، كنا مبهونين النهار الأول، كنا مبهونين هذه السنين. الحمد لله ونشكر جامع السلطان. تنهي هذه المشاريع معاناة الفلاحين وتفتح لهم آفاقا جديدة في قطاع الفلاحة. في برنامج السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال إلى حد الآن تم تجسيد حوالي 272 مستثمرة فلاحية تم كهربتها، وبالتالي راح ان شاء الله هذا الدعم الكبير للفلاحين سيسمح باعاده الناس الى الاراضي نتاعها. العمليه تندرج ضمن مساعي الدوله في الربط الكهربائي للمستثمرات والمحيطات الفلاحيه برفع القيود والاعتراضات على المشاريع التي تساهم في التنميه والانتاج الفلاحي.
إلى مستجدات أسعار الذهب الأسود في العالم، حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تغلب المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية. وقد زادت العقود الآجلة لخام برنت ب 88 سنتا أو 0.8% إلى $108.64 للبرميل بعد صعودها 2.1% في الجلسة السابقة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 55 سنتا أو 0.5% إلى $105.91 للبرميل بعد زيادة قدرت ب 3.3% في الجلسة السابقة. إلى أسعار المعدن الأصفر، حيث ارتفع الذهب اليوم في المعاملات الفورية بعد أن تعزز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا. وارتفع الذهب ب 0.6% إلى $1,916.30 للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب 0.9% إلى $1,908.10 للأوقية. ختام النشرة الاقتصادية مشاهدينا كالعادة بإطلالة على مستجدات أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. ختام الموعد الاقتصادي، نشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة. العودة إليك فايزة وما تبقى من فقرات برنامج الظهيرة. شكرا جزيلا لك عبد الجليل. مشاهدينا إلى موضوع آخر الآن، أسدل الستار على فعاليات المسابقة الوطنية لتجويد القرآن الكريم لطلبة المدينة الجامعية من تنظيم التنسيقيات الولائية لمديريات النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية لولايتي لجامعات ولاية وهران، حيث أطلق على هذه الدفعة اسم العالم الجليل ابن أبي جمعة الوهراني المعروف بالإمام شقرون السالمي. بعد تكريمهم لأكبر دفعة منذ الاستقلال السنة الماضية، ها هي المدرسة الشاطبية تواصل المسير مع كلام الله، وذلك بتنظيمها لمسابقة تجويد القرآن الكريم لطلبة المدينة الجامعية بوهران. نتطلع من خلال هذا المشروع في طبعته الأولى إلى ترسيخ ثقافة الطالب المتميز، الطالب المتمكن، الطالب الذي بالإضافة إلى تميزه في مجال تخصصه طبيبا كان أو مهندسا أو أستاذا أو أي تخصص كان من تخصصات الجامعة، هو بالإضافة إلى ذلك مسلم، رجل مسلم صاحب رسالة. كانت هناك تنظيم رائع جدا من طرف التنسيقية الولائية، إضافة إلى شيء آخر مهم جدا، أنه يشرف على اللجنة العلمية لهذه المسابقة خيرة أساتذة علم القراءات ليس في مدينة وهران أو في كلية العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية فقط، بل على مستوى الوطني. ليصدر الستار على هذه الفعالية بإعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين. الحمد لله، اليوم نجتمع اليوم في حفل مبارك احتلنا فيه المرتبة الأولى إن شاء الله، وكانت الجائزة عمرة لبيت الله الحرام ولله الحمد. ووفقنا في هذه المسابقة، مسابقة قارئ وهران بالمرتبة الثانية الحمد لله. ولا أنسى الذكر والدي اللذان صهرا علي، وأشكر كل من كانت له يد في هذه المسابقة من تنظيمها والسهر عليها. أنصح أخياتي في الله أن يتوجهن للقرآن الكريم، فهو سبيل نجاحهن في الدنيا والآخرة، وهو سبيل تميزهن في الدنيا والآخرة. الهدف المنشود هو التأسيس لجيل يحفظ للدين كرامته انطلاقا من منهج الوسطية والاعتدال. مشاهدينا، وصلنا الآن إلى المحطة الأخيرة من أخبار الظهيرة، الأخبار الرياضية المفصلة تقدمها لنا نسرين الشبوطة.
إذن مشاهدينا أهلا بكم في الموجز الرياضي، البداية مع قمة الجولة 28 حيث يلتقي فريق مولودية الجزائر صاحب المركز الرابع مع الوصيف شبيبة الثورة في مباراة من أجل الوصفة. قراءة في المباراة مع الزميل عمر جمعي. يستقبل مولودية الجزائر فريق شبيبة الثورة في قمة هذه الجولة. المولودية المتعثرة في الجولة السابقة أمام أمل الأربعاء تريد العودة سريعا إلى سكة الانتصارات. لهذا يريد المدرب خالد بن يحيى إيجاد الحلول سريعا مع تغييرات في بعض المناصب، خاصة وأن المنافس هذه المرة اسمه شبيبة الثورة الضارب بقوة أمام وداد تلمسان وبسداسية كاملة. مولودية الجزائر صاحب المركز الخامس ب 45 نقطة، فاز في 12 لقاء وتعادل في 9 وانهزم في 6. سجل خط هجومه 33 هدفا، كان فيها للمهاجم سامي فريوي 17 هدفا. أما فريق شبيبة الثورة فيحتل الوصف بفريق 5 نقاط عن الرائد شباب بلوزداد، فاز في 13 لقاء وتعادل في 8 وانهزم في 4. يملك أحسن هجوم ب44 هدفا، بينما تلقى دفاعه 15 هدفا كثاني أحسن دفاع بعد وفاق سطيف. قمة المولودية والثورة سيحتضنها ملعب 5 جويلية في سهرة رمضانية. مولودية الجزائر من أجل تصحيح الأخطاء وأمام حتمية الفوز إن أراد إبقاء أمل التواجد في منصة التتويج، لكن المأمورية لن تكون بالسهلة أمام فريق الثورة الذي يسافر جيدا ويلعب كرة جميلة ويريد التأكيد وزيادة الضغط على الرائد من أجل استغلال أي تعثر للشباب مع اقتراب إسدال الستار عن بطولة هذا الموسم. كما ستكون مواجهة مولودية وهران مع ضيفه شبيبة القبائل في الواجهة، بالنظر لأهميتها بالنسبة للفريقين فالحمراوي يبحثون عن نقاطها الثلاث لمواصلة الابتعاد عن منطقة الهبوط، فيما تطمح الشبيبة للبقاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى. وليد غريبية. قمة تقليدية يحتضنها ملعب أحمد زبانة، أين ينزل شبيبة القبائل ضيفا على مولودية وهران في مباراة بست نقاط. الحمراوة المتواجدون في المركز الثاني عشر ب 32 نقطة من 7 انتصارات 11 تعادل و8 هزائم وبناقص مباراة متأخرة، يطمحون لاستغلال عامل الأرض للإبقاء على سلسلة النتائج الإيجابية، وهم الذين لم يتذوقوا طعم الخسارة في 6 مباريات بانتصارين أحدهما خارج الديار و4 تعادلات 3 منها خارج القواعد، وفوز جديد يرفع رصيدهم إلى 35 نقطة وقطع خطوة كبيرة لحسم البقاء ضمن أندية النخبة. لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس من العيار الثقيل اسمه شبيبة القبائل صاحب المركز الثالث في الترتيب العام ب 46 نقطة وبفارق خطوة واحدة عن الوصيف شبيبة الثورة، وطامح لتدارك خسارته الأخيرة على ملعبه أمام أولمبي شلف، خاصة وأنه يحسن التفاوض خارج القواعد وهو الفائز في تنقلاته الثلاثة الأخيرة إلى بسكرة شلغم العيد وغليزان، ما يجعله يطمح لتحقيق الفوز الرابع تواليا وبلوغ النقطة 49 وربما الارتقاء إلى الوصافة في حال تعثر شبيبة الثورة أمام مولودية الجزائر. بين ساع لحسم البقاء وطامح لضمان مشاركة قارية، مباراة الحمراوة والكناري بنقاط من ذهب بين فريقين بوضعيتين مختلفتين، وهما الذين لطالما كانت الفرجة والندية مضمونة في مواجهاتهما. بدوره يسعى أتلتيك فرادو صاحب المركز الثالث لتحقيق الفوز الثالث على التوالي حينما يستضيف نصر حسين داي القريب من السقوط إلى الدرجة الثانية. طارق بفلح. لقاء الفرصة الأخيرة للحفاظ على الأمل البسيط المتبقي في البقاء ضمن حظيرة المحترف، ذاك الذي سيجمع نادي بارادو وضيفه نصر حسين داي
هذا الأخير الذي يعيش أسوأ موسم له، تسببت فيه الضائقة المالية ليفقد ما علمه وحتى الروح القتالية، ما جعله ينهار على غرار المباراة الماضية حينما تلقى 4 أهداف كاملة أمام شباب قسنطينة رمت به ضمن ثلاثي المرشح للسقوط برصيد 21 نقطة في المركز 16 متأخرا ب7 نقاط عن صاحب المركز 15 أولمبي المدية. مواجهة لنادي باراتوف بمثابة مباراة إثبات الذات لأشبال المدرب اليمين بغرارة رغم صعوبة المهمة أمام فريق يبحث هو الآخر عن تموقع أفضل وهو المتواجد على بعد نقطة واحدة عن المركز الثاني. أبناء الأكاديمية عودتهم للمشاركة في المنافسة القارية تمر عبر الحفاظ على ديناميكية النتائج الإيجابية وعدم تضييع النقاط، بما أن المراكز الأولى لا تزال متاحة ل7 فرق على الأقل، ما يعني أن التنافس سيشتد في الجولات الأخيرة. استقباله للجريح نصر حسين داي فرصة لحصد كامل الزاد للبقاء على مقربة من المركز المؤهل للمنافسة القارية. هي مواجهة بأهداف متباينة بين الباحث عن نقاط أمل تمكنه من مواصلة السباق فيما تبقى من جولات، ومستضيف إبقاء النقاط على ميدانه لا بديل له عنها إن هو أراد بلوغ الهدف المنشود. ختام الموجز الرياضي مشاهدينا، صح افطاركم ونعود الى فيزا. شكرا جزيلا لك نسرين. مشاهدينا انا ايضا اختم معكم اخبار الظهيرة لهذه الامسية، شكرا لكم على كرم المتابعة، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.